هانتوما الاخوان، شوفوا لي زوفر دومبلوا اللي تحطوا غير اليوم في موقع ماروك انونس. اللي دائما كنقول لكم الاخوان، دخلوا لموقع ماروك انونس وقلبوا على فرصه العمل في مختلف المدن، مختلف المجالات، جميع التخصصات كاينين في موقع ماروك انونس. هادو اعلانات يلاه تحطوا غير شويه كما كتلاحظوا، ولكن كيقلبوا على ستاجير، سكرتار، سكرتاريا والكوميرسيال في مراكش. هادو كيقلبوا على شارجي دي زافي ريغلومونتير في الدار البيضاء. بزاف ديال لي زوفر، هادو كيقلبوا على مساعد محاسب اد كونطابل، هادو كيقلبوا على سيده اللي تخدم في الريزيرفاسيون، واحد لاجونس دو فواياج كاينه في مدينه مراكش. هادو كيقلبوا على ليفرور يكون عنده موتور وتكون عنده بطاقه المقاول في مدينه الدار البيضاء. هادو كيقلبوا على ستيليست، هادو كيقلبوا حتى هما على ليفرور ليفغوز عفوا موزعه ويكون عندها موتور في مدينه مراكش. هانتوما الاخوان بزاف ديال لي زوفر. هادو كيقلبوا على بائعه في واحد بورانجي باتيسري في مدينه الدار البيضاء، الاعلان تحط غير اليوم مع استقال القسمين. وانتم المدن راه كل مدينه وشحال ديال لي زوفر فيها، انتم كاع المدن كما كتلاحظوا الدار البيضاء الرباط، شوفوا شحال ديال لي زوفر اللي متوفرين في كل مدينه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوان اخوات الكرام متتبعي قناه ابو راني توظيف والهجره، كنتمنى تكونوا بخير وهذا الفيديو يلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال. اشكركم مبروكه مره اخرى وصحة فطوركم وتحياتي لكم كاملين، وكنرحب بالناس الجداد اللي التحقوا بعائله ابو راهين للتوظيف والهجره. اذا خوتي الا كنتو حتى نتوما اول مره غتشاهدوا القناه، ما عليكم الا تضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس باش حتى نتوما تنضموا للقناه وتنضموا لعائله ابو ريان ونستافدوا كاملين ان شاء الله، والله يسهل لكم في هذه الايام المباركه. اذا اخوان غادي نشارك معكم موقع ديال ماروك انونس اللي ديجا كنت شرحته في فيديو سابق، فيديوهات بزاف، وغادي نشرح لكم ايضا نشارك معكم موقع ديال emploi.ma بالنسبه للاخوان والاخوات المغاربه. اذا خوتي ماروك انونس الموقع اللي كيتحطوا فيه لي زوفر بشكل يومي بشكل مستمر، كل 15 دقيقه كل نص ساعه كيتحطوا اعلانات جداد. فكل ما عليكم اخوان انكم تدخلوا تسجلوا في الموقع، راه شرحت لكم في واحد الفيديو سابقا، نخلي لكم في صندوق الوصف وغتلقاو في اول تعليق، تسجلوا في الموقع وبوستيريو لي زوفر. انتم بحال هادو كيقلبوا على بائعه في بولونجي باتيسري، ندخلوا لهذا الاعلان، غادي نمشيو للصفحه الثانيه، بقاو تدخلوا لهذا الموقع بشكل يومي. راه كاين غايقول لي راه دائما كندخل لهذا الموقع وكنبقى نبوستيري وما كاين والو، غنقول لك بقات بوستيري، بقات بوستيري ما تحبسش حتى تلقى الخدمه، حتى يعيطوا لك الشركه. هادو كيقلبوا على الكتريسيان اوتوموبيل، راه كاين لي زوفر دومبلو الاخوان اللي غنقول لكم ان الشركه راه اون فوا كتحط الاعلان راه ماشي غير انت اللي كتبوستيري، ماشي غير انت اللي كتصيفط، راه كيصيفطوا المئات ديال الناس اللي كيصيفطوا العروض، راه حتى الزهر كيلعب دور. فانت طلب زهرك، طلب الله سبحانه وتعالى ودير السبب وقدم، الا كانت مكتبه عليك الخدمه راه غادي يتواصلوا معك الشركه، فما تفقدش الامل، بقى تصيفط لي سي في حتى تحصل على فرصه عمل ان شاء الله. كما كتلاحظوا هذا الاعلان كيقلبوا على بائعه في باتيسري، يلا 8 18 ديال الناس اللي شافوها. ونعطيكم طريقه اخرى اخوان، طريقه مزيانه اللي غادي ان شاء الله تصدق لكم، غادي تبقاو تدخلوا للموقع بشكل مستمر. اون فوا تدخل للموقع غادي دير تحديث للموقع، غتمشي لي زوفر دومبلوا اللي تحطوا جداد، غادي تمشي لي زوفر دومبلوا اللي تحطوا جداد. بحال هذا اللي دخلت ليه دابا، هادو داخلين ليه يلا 18 ديال الناس، كاين اللي مهتم بهذا العرض وصيفط، ماشي 18 كلهم صيفطوا لي سي في ديالهم، راه اون فوا كتدخل للسيت هي كتدخل لاباج كتحسب مشاهده، فماشي كلهم صيفطوا. الا كان الاعلان كيهمك فبوستيري وتكون من الاوائل، لان الشركات او لا لي باتيسري ولا المهم اي مشغل حاط الاعلان ديالو كيمشي لوك الناس اللي الاولين، يعني اون فوا كيدخل كيقلب في لي سي في يعني ما عندوش الوقت انه يبقى يقلب في لي سي في كاملين، يعني دوك الناس اللي الاوائل هما كيكون عندهم لا شونس اكثر من الناس اللي دخلوا معطلين. دونك هنا كما كتلاحظوا مطلوب بائعات في متجر الحلويات في شارع انوال، دونك هذا اعلان اللي كيهمو الامر يقدر يبوستيري ولا يقدر يتصل. خاصك دونك هنا طالبين، خاصك تصيفطي سي في، طالبين اينات تصيفطي ليهم لو سي في تكون فيه الصوره، هذا رقم الهاتف اللي بغات تواصل مع الباتيسري، كاين في الدار البيضاء بالضبط في شارع انوال، واللي مسجل في ولا كنتي مسجله في الموقع غاتكليكي على بوستولي
وغادي تدخلي بلو كونت ديالك وتصيفطي لو سي في مباشره بدون انك ما تتواصلي معهم عبر الهاتف. ولكن ضروري انهم غادي يطلبوا منك انك تصيفطي لو سي في، واخا تتواصلي معهم عبر الهاتف غادي يقولك صيفطي لينا لو سي في. فوالا دونك اخوان، هانتوما لي زوفر دومبلوا هادو كلهم تحطوا اليوم اوجوردي، هادو كاع اللي فيهم اوجوردي تحطوا اليوم. كوميرسيال في الصويره، هادو كيقلبوا الاسيستانت كوميرسيال في مدينه الصويره، تكنيسيان اون جيني سيفيل في مدينه مكناس، ستاجير كيقلبوا على ستاجير، هادو كيقلبوا على اسيستانت ديريكسيون بوليفالونت، هادو كيقلبوا على فوندوز بائعه في مدينه طنجة في واحد المغازه بري ابورتي ديال بيع الملابس، هادو كيقلبوا على اجون مايلير، هادو كيقلبوا على شيف بارتي كويزيني ماروكان في، هادو كيقلبوا على ريسبسيونيست، هادو كيقلبوا على كويزيني. فراه كاينين العروض اخوان متوفرين في ماروك انونس، حاولوا تصيفطوا لي سيفي. غادي نمشيو للموقع الثاني الاخوان اللي هو emploi.ma، اللي كنصحكم انكم حتى هو تدخلوا دائما الاخوان بشكل يومي وتقلبوا على لي زوفر دومبلوا، ان شاء الله تتحصلوا على فرصه ديال العمل. الوغ هادو لي ميتي ولا التخصصات اللي كاينين كما كتلاحظوا، المجالات اوتيلغي لاندستري، كاين لانفورماتيك، لي بونك، لي زاسيرونس، سيرفيس اي اوتر، ديستريبيسيون، فونت كوميرس دي غون اون غرو او لا دي غرو، ترونسبور لوجيستيك، كاينين كاع التخصصات هنا. هاد لو سيت حتى هو كتقدر تسجل فيه، كتمشي لسانسكريير وكتكري واحد لو كونت و كتحط لو سي في ديالك حتى هو بحال ماروك انونس. غادي نشرح لكم هذا الموقع ان شاء الله، غنخصص ليه فيديو بوحدو ان شاء الله باش يكون الشرح واضح. الوغ غادي نمشي لغوشيغش، دونك غنعطيكم غير مثال بالنسبه للي زوفر اللي كيتحطوا في هذا الموقع. عندنا اكثر من 3900 فرصه عمل. دونك هادو لي زوفر الاخوان، هادو كيقلبوا على اجون دو سيرفيس ابري فونت، هادو كيقلبوا على انجينيور بيزاجيست، ديفلوبور، انجينيور. دونك كما كتلاحظوا هنا راه بزاف ديال لي زوفر دومبلوا اللي متوفرين. هادو كيقلبوا على انفيرميير ميديسين استيتيك، و سميت شركات. هادو هنا كيطلعوا لك الاسم، اسماء ديال الشركات. الوغ كل شركه وحاطه الاسم ديالها. كتدخل على سبيل المثال، ندخلوا لشي اوفر هنايا، نمشيو لانفيرميير ميديسين، هادو اعلانات جداد كلشي تحطو، كاين اللي تحط البارح كاين اللي تحط اليوم. فوالا هنا كيطلع لك التفاصيل ديال العرض، كاين لك تقرا كاع التفاصيل، الشروط، المتطلبات، كاع داكشي اللي طالبين. دونك هادو كيديرو كونترا سي دي، يعني عقد عمل دائم، كيديرو كلاس ان اس اس، يعني شركه مزيانه. طالبين مستوى بكالوريا تكون عندك الفرنسيه، طالبين شخص واحد، كتكليكي على بوستولي. طريقه سهله جدا باش انك تصيفط طلب هذا الموقع هذا، واخا ما تسجلش يمكن لك انك تصيفط طلب باش مزيان، واخا بلا ما تكري واحد لو كونت، كتدخل فقط لادريس ايميل، رقم الهاتف، سيفيليتي كتختار ميسيو ولا مدام، كتكتب لو برينون ديالك، كتكتب لو نو كنيه، هنا كتكتب واحد لو ميساج، وهنا كتجواني لو سيفي ديالك وصيفط الطلب، وكتمشي للاوفر اخرى ثاني وكتطبق نفس الطريقه. اذا اخوان هادو هما المواقع اللي بغيت نشارك معكم، موقع ماروك انونس، emploi.ma. حاولوا الاخوان تبقاو تدخلوا لهاد المواقع بشكل مستمر وصيفطوا لي سيفي، تواصلوا مع المشغلين وان شاء الله ميكون على الخير، وان شاء الله تحصلوا على فرصه ديال العمل. عفوا هذا الفيديو غير في المغرب. اذا خوتي تبارك الله عليكم، ونتمنى يكون الشرح يعني نال الاستحسان ديالكم، وان شاء الله راه كنحاول نبارطاجي معكم كاع المعلومات، كنحاول نسهل عليكم الخدمه باش انكم تلقاو العمل او فرصه العمل المناسبه لكم. اذا هذا الشيء اللي كان الاخوان، وبالنسبه لي زيميل اللي كتصيفطوا لي راه كنتوصل بهم، مرحبا بكم كاملين، ومرحبا بالتساؤلات ديالكم، ولي سيفي ديالكم كاملين راه كنسجلهم عندي. فين ما بان شي اوفر مناسبه للبروفيل ديال اي واحد فيكم راه كنبوستيلي بدون انني ما نقولها لك، راه كنتسنى فقط دعوات الخير بدون مقابل، راه ما كنطلب لا فلوس لا حتى شي حاجه، فقط دعوات الخير. بغينا الخير للجميع، هذا ما كان الاخوان، ونتمنى لكم التوفيق والله يسهل عليكم كاملين. فما تنساوش فقط انكم تدعمونا بالاشتراك وفعلوا الجرس، وحاولوا تبارطاجيو قدر الامكان في مواقع التواصل الاجتماعي في اي مواقع باش كلشي يستافد ان شاء الله، وان شاء الله القادم افضل، ونتلاقاو في فيديو جديد خوتي العزاز. تبارك الله عليكم، اذا كان اي سؤال او استفسار يمكن لكم تشاركوه لي في صندوق التعليقات، ونتلاقاو في فيديو جديد. الله يسهل على الجميع، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.